مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الحزين. مجددا كارثة جوية، قبل أشهر كنا أمام كارثة تل أنتينوف، اليوم أفاق المواطنون في أمانة العاصمة على كارثة السخوي، طائرة حربية فجأة إلى عدد من المنازل، عدد من الشهداء، عدد من الجرحى، كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لذلك يمكن أن نقول مساء السخوي، مساء العبث بالناس بالضحايا، مساء الفشل. اليوم الشعب اليمني ممكن أن يتقبل أي شيء، لم نرى مسؤولا واحدا خلال ساعات. أين كانت وزارة الدفاع؟ أين كانت الحكومة؟ أين المسؤولين؟ يعني قدر هائل من العبث والصورة السوداء للفشل. الحكومة تحولت إلى صندوق أسود. رأينا أيضا عبث في الإعلام بدلا من أن يكون هناك نوع من التآزر حول هذه الكارثة الوطنية. فشل ذريع وجديد وغير مسبوق في تاريخ اليمن المعاصر بأن يكون هناك حدث على هذا النحو. الناس تسمرت اليوم منذ سماع الأخبار الأولى عن هذا الحادث، لكن مجددا نحن أمام حكومة فاشلة بامتياز، أمام وزارة فاشلة بامتياز، أمام مسؤولين تحولوا للأسف الشديد إلى صندوق أسود. معي في الاستوديو أحد شهود العيان، معاذ المسوري. مساء الخير. شكرا لك، أنت اتصلت بي بعد الحادث مباشرة، أعطيني القصة، كيف شاهدت الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نترحم على أسر الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل بإذن الله. يا سيدي الفاضل، في تمام الساعة 12:30 تحديدا سمعنا دوي صوت مذهل كأنها صاروخ أو شيء، مما زرع الذعر لدى الأهالي في حينا بشكل لا أحد يتوقعه. فجريت فأشوف طائرة وهي باتجاه من الشمال باتجاه الجنوب، وهي تهوي وهي في على تنحدر. فجرينا ومشينا إذا مكان أحد ما الواقع اللي حصلت، أحد ما صدمت الطائرة، وجدنا أنها صدمت في مبنى يتكون من 3 أدوار، ضربت الغرفة الطالع المرتفعة علو المبنى ثم انحدرت إلى الأرض. سلم الله، كان هناك محل بيع محل غاز. ضربت من بعده ثم اخترقت مبنى البعداني من الدور الأول، وخرجت من المحلات حتى وصلت إلى الخط الزفت الرئيسي، ثم اصطدمت بمنزل عبد الخالق القمرة ولطف الضبري، مما أدى إصابة ابن. هذه الصور أمامكم طبعا، هذه الصور اللي اديتنا، هذه الصور، هذا الصور حصرية، هذه حصرية تبث الأول مرة الآن، تفضل لك. مما أدى إصابة ابن المداح في أرجلها الثنتين، وامرأة من بيت دلال لم يعلم أهلها أين هي إلا حتى الساعة 5 من بعد عصر اليوم، وأنها متفحمة في المستشفى العسكري. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من اللي محل الطيران الذي دخلت واخترقت منه وخرجت حتى زفلت، 2 تفحموا، وصاحب سيارة والطيار وواحد أحد المارة. المحصلة 10 الذي تفحموا. وكذلك أسر اللي في بيت في منزل عبد الخالق القمرة بيت العجم، حتى أن نحن لم نستطع إخراجهم لأن البيت يحترق، فقمنا بكسر الشبابيك الحديد. يعني كان معاد تعاون مع المواطنين، قيل لي المواطنين هم قبل أن تصل الدفاع المدني. يعلم الله، هذه كلمة حق، الفضل من بعض الله عز وجل لشباب الحي، منهم عمار الفضلي والشيخ سمير حمزة وعيال العيسى وعيال المداعس وعيال العبيدي بدون استثناء. شباب الحي، وكذلك من شباب الصمود الذي كان لهم فضل كبير في إخماد الحريق قبل أن تنشب كارثة ضماء. والله لا كانت تكون الضحايا بالمئات، الوايتات الماء وصل وايت زيزو من حسن حظنا، وصل في نفس اللحظة، فقاموا الشباب والشيخ سمير حمزة أطفأوا الحريق، لأنه أنا وصلت ما قبش لهبة، عاد غير غبار. من ثم اندلعت اللهبة أزلة النار، وقاموا الشباب إطفاءها، وعملوا شباب الحي حاجز أمني عشان الناس اللي بيوصلوا. كنت أتمنى من الناس الذي يحضروا أقل شيء يوصلوا يساعدوا، لأن الدولة لم تصل الدولة إلا بعد ما خمدنا الحريق، بعد أن سعفنا المصابين. كم البيوت معاد اللي ضررت وأسماء البيوت؟ البيوت التي ضررت 5 أو 6، معك بيت واحد مختلف اللي صدرت في أول بيت، معك بيت المداح، بيت البعداني الذي اخترقت منه حتى دخلت إلى الخط الزفلت، معك بيت عبد الخالق القمرة، معك بيت لطف الضبري.
فأقول لك مأساة مأساة شاهدنا اليوم. الدولة لم تصل إلا بعد أن انتهينا. سيدا للأمانة كانت في زحمة اليوم ناس و... الزحمة هذا اللي كنت أتمناه من الشعب اليمني أنه يساهم فعل خير. هذه جثث للضحايا الذين أحرقوا. هذه صور لأول مرة مشاهدينا فوق السيارة. نشكر معاذ المسوري صور خاصة ببرنامج اليمن اليوم تفضل. وكذلك حتى أنه لما وصلت الدولة ورجال الأمر ورجال الفرقة ورجال الأمن المركزي قاموا يعتدوا على شباب الحي الذي كان لهم الفضل من بعض الله في إخماد الحريق قبل أن تكون كارثة. فلو كان وصلت أسرة النار إلى وقود الطائرة أو السيارات التي تحطمت لكان هذه كثب تسحب مجارات هذه الكثب سحبت. فماذا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الدولة مهمشة للحي منذ عامين. فكأننا لسنا من أهل اليمن. ومن هذا المنبر أنا أرجوك أستاذ محمد رجاب وأرجو من جميع القائمين في قناة اليمن والعاملين عليها أن تتبنوا قضيتنا. نحن أهل الدائري وأحياء الزراعة والجامعة نحن همشنا من الدولة همشنا من منظمة المجتمع المدني سواء في الداخل أو في الخارج. فنرجوكم رجاء خاص تبنوا قضيتنا. والآن نطالبكم أن لا تتخلوا عن أهالي المصابين والشهداء. البيت الذي تضرر من انفجار وزير الدفاع إلى اليوم لم يتم تصليحه أو ترميمه. فنرجو أن الناس قدم في مصيبة في نكبة فمن قبل والآن. نحن إن شاء الله معاذ تبنى هذا الموضوع. أيضا موضوع الانتينوف يبدو أنه قدرنا كإعلام وكمواطنين أن نساهم في حل مشكلاتنا محمد ولو قاطعتك. طبعا أنا لدينا مجموعة من الشظايا شظايا الطائرة الصخواي التي سقطت من ضمنها تروس المحركات ومن غلاف الطائرة وسماعات أو شيء موجودة لدينا. فأين هي الدولة حتى الآن أنها تطالبنا نسلمها؟ نعم نسلمها؟ أيضا ملاحظة هات للكاميرا يا كمال ملاحظة أيضا مهمة. في صندوق أسود وفي صندوق أسود للأنتينوف ونشتي نعرف أيضا الصندوق الأسود حق جمعة الكرامة لأنه للأسف الشديد أنا تابعت بعض وسائل الإعلام التابعة للمشترك يعني في قناة جلست 4 ساعات وهي عاملة قائدة الطائرة من منطقة بني بهلول من جنوب صنعاء. لا أدري ما القيمة الخبرية. الناس كانت تبحث عن الضحايا عن أسر الضحايا. قناة عاملة الشريط أنه الحادث جنب ساحة التغيير. القناة عاملة شريط أنه في نفس المكان اللي وقعت فيه جمعة الكرامة. طبعا موضوع مؤسف أن نتناول زملاء لنا في الإعلام ولكن من المعيب أن يظل الانخراط في العيش على مثل هذه المسائل. الدولة كان أداءها تحت الصفر اليوم بكل المستويات. يعني في واحد قال لي يا أخي ممكن يكون المسؤول وزير الزراعة لأنه الحادث في أمام وزارة الزراعة لأنه لا شفنا وزارة الدفاع لا شفنا داخلية لا شفنا رئيس حكومة زي أبسط الدول على الأقل مؤازرة أن ترى مسؤول يأتي. إذن في صندوق أسود خاص بالحكومة هذه فيما يتعلق باقتصاد ولكن قبل الاقتصاد وقبل المبادرة الخليجية وقبل الحوار في صندوق أسود يتعلق بالناس. إلا إذا كان عفونا معاذ إذا كان البعض يحسب أنه الطيار من النظام السابق درس في النظام السابق والطائرة من النظام السابق واللي قتلوا اليوم ولدوا في النظام السابق فهذا شأنكم أنتم من تتعاطون مع هذه المسائل من زاوية يفترض أن تجاوزها شعبنا اليمني منذ أن وقعنا المبادرة الخارجية. نريد حد أدنى من احترام الناس حد أدنى من احترام المواطنين. أنا لا أدري عندما تقابلون الأوروبيون وتناقشوا عن مسائل وبيانات من مجلس الأمن وتحريض على فئات يعني لا أحد يسألكم ماذا تفعلون كحكومة لا أحد يسألكم ماذا تفعلون كمواطنين. هل يعقل أكثر من 20 مليون مواطن يمني كانوا ينتظروا مسؤول بعد ما أطفأوا النيران لم نرى أحدا. رأينا ويتات ورأينا مواطنين. أين بيان القوات الجوية؟ أين بيان وزارة الدفاع؟ المعروف في كل العالم أنه الطائرات المقاتلة لها نوع لها وقت معين. هل كانت في ذخيرة؟ ما فيش ذخيرة. واحد من الجوية صرح للصحوانت من هو التصريح اللي من الصباح أنه الطائرة في مهمة تدريبية. طيب وبعدين قد يحدث هذه الكوارث رغم أنه يعني لنا 33 سنة لم يحدث هذا الموضوع منذ آدم لليوم لم يحدث هذا الموضوع. المنظومة الحالية لديك كارثتين جويتين مسخرة
مهزلة، لا في تحقيق، لا في تعويض، لم نرى مسؤولا يتعاطف مع الناس، لم نرى مسؤولا يقول ماذا فعل للنساء التي حملت إلى بيوت أخرى. في ناس مواطنين فجأة السوق في بيوتهم، لم نرى أحدا، لا في بيان، كله مواقع إلكترونية. شكرا لك. أحب أن أقول للأخوة المشاهدين أن رغم أننا نسمع عن وقائع كثيرة وأن هناك يشكلون اللجان للتحقيق فيها، لن نسمع عنها أي شيء، وأثبت أنها الحكومة تقوم بمسرحية خداع على المواطنين. لو كانت هناك جدية لمعرفة حقائق الوقائع التي تحصل، أنهم طالبوا وباحثوا عن الأشياء والأشلاء والشظايا التي سقطت من الطائرة. هذا يثبت ويؤكد ويجزم أن لا يوجد لديهم لدى الحكومة أي قناعة أنهم يكشفوا حقائق. رسالة أيضا للجهات اللي بتحقق، إذا في شكلت لجنة تحقيق، رسالة: هذا أحد المواطنين لدي كيس وأنا خشيت أن تكون معي هنا، لأنه يفترض أن لا تكون معي حطام من الطائرة، مجموعة من الأشياء فنية سيستفاد منها التحقيق. أرجو الاتصال مع هذا الشخص معاذ المسوري وغيره من إذا فتح تحقيق. وأن كنت أميل، طالما نبحث عن الصندوق الأسود، يجب أن نبحث عن صندوق أسود حكومة دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسند. وقال في الجزيرة قبل يومين أنه إذا أحد أفضل مني تفضل، يبدو أنه ما عندناش أفضل من باسند. ولكن مؤسف أن لا نرى قائد قوات جوية، مؤسف أن لا نرى وزير دفاع، مؤسف أن لا نرى أي وزير من الحكومة الواقع، مؤسف أن لا نرى رئيس الوزراء. رئيس الوزراء بيبكي في أماكن يفترض ما يبكيش فيها، والأماكن المصائب والكوارث لا نرى أحدا، لا نرى أي شخص. أنا آسف لانفعالي، ولكن أيضا حادث زي هذا الحادث للأسف الشديد لا ندري كيف نتعامل معه. نترك للسان ونترك للضمير أن يتصرف. ستكون اليمن اليوم إن شاء الله نقوم بمبادرة لضحايا الطائرتين، ويبدو أنه قدر علينا كيمنيين أن نحل قضايانا. لا توجد دولة، لا يوجد حد أدنى من الدولة. هذه الدولة لو فيها حياة أقسم بالله العظيم تستقيل الآن، تقدم استقالتها الآن، تذهب ترحل. الناس تتحدث بهذه اللغة. بعد الفاصل نناقش موضوع الحوار، وأنا آسف أن بعض الصور كانت صادمة، ولكن هذا قدرنا كما قلت لكم كشعب يمني. لم نسمع في تاريخ العالم أن في طائرة مقاتلة في قلب البلد، في قلب أن تسقط طائرة في قلب العاصمة. بعد الفاصل حوار مع عارف الشرقبي نائب رئيس التحالف اليمني للدعم وتصحيح الحوار، وأيضا الدكتور أحمد العقل، وهو كان عميد سابق لكلية الإعلام ومحلل سياسي معروف. بعد الفاصل تعزينا للأسر الشهداء وتمنياتنا للضحايا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في ساعة زمن هذا الأسبوع، حلقة وصل العلاقات اليمنية الدولية. هناك المجتمع الدولي قوى لها أجندة في اليمن، وبالتالي هي بغض النظر عن الحقيقة سترى كيف يمكن أن تكون لهذه الأجندة السبيل للتحقيق. رجل المهمات السرية، وزير الخارجية. عندما تسمع التصريحات يظهر السؤال أين الحقيقة؟ الدكتور أبو بكر الغربي. أنا كانت قناعاتي أن كل طرف كان يطرح بعض الأمور التي له الحق في أن يطرحها، لم يكن الطرف يمتلك الحقيقة الواحدة. بغض النظر عن هذه وجهات النظر، أن التغيير يجب أن يحدث. يتحدث عن تطلعات مستقبلية. التغيير لكي يحقق مداه هو ليس مجرد مظاهرات في الشوارع، وإنما عمل حقيقي على الأرض. ويروي شهادته للتاريخ. الحصانة هي جهة الحقيقة، ليس من المؤتمر الشعبي الآن، وإنما من دول مجلس التعاون. وبالتاريخ يوثق الحقائق. أنا أعتقد أن 21 فبراير من وجهة نظري أولا أنه أظهر أن في اليمن أن التغيير تم أولا بطريقة ديمقراطية. رؤية الذي سيجتمع وسيخرج كل تأكيد برؤية، لكن الإشكالية أن هناك ربما أطراف لم تشارك فيها. مواقف. هل تعرضت من ضغوطات من الأصدقاء
وعتاب وخلافات مستمرة بسبب ما تطرحه أنت يعني حينها. دلالات واستفسارات. هل في ضغوطات دولية منعت الرئيس صالح من أن يشارك في مؤتمر حوار؟ المؤتمر الشعبي يختار قائمته. ساعة زمن مع رحمة خجيرة يأتيكم الجمعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت سبعة. أحييكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأول من الحوار في هذه الليلة. طبعا في جزء من العاصمة كان نهارا أسود طائرة سوخوي كما شفتم، وفي مكان آخر في العاصمة كان الآلاف يتجمعون، كانت هناك صورة سلمية هادئة للتعبير باحترام عن موقف سياسي لزعيم كبير هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الثنائي المعروف فيصل الشبيبي وإبراهيم الحكيم. عاد لي التقرير ثم نبدأ الحوار حول فعالية اليوم السياسية وعن الحوار. التقرير أولا. انتصارا للحق وإظهارا للحقيقة بوجه الادعاء والزيف، جاءوا من عدد من المحافظات لا هم لهم إلا تسجيل موقفهم وإعلان تأييدهم لإنجاح اتفاق التسوية للأزمة السياسية وكبح محاولات إفشاله. هؤلاء هم أنصار الشرعية الدستورية نفسهم الذين خرجوا في مسيرات حاشدة قبل أن يستجيبوا لدعوة رئيسهم السابق بوقفها تهيئة لأجواء الوفاق بعد التسوية السياسية وتنفيذ الاتفاق. لكنهم اليوم وجدوا أنفسهم أمام داع يرونه جادا ولازما للخروج مجددا والتعبير عن موقفهم الذي وجدوا أنه غاب أو غيب عن أذهان من يصرون على التصعيد والتأجيج باتجاه نكث العهود وإثارة الفتنة. منددين ببيان مجلس الأمن التي اتهمت الزعيم الذي من سعى إلى إنجاح المبادرة الخليجية، وهو من أخرج البلاد بالفعل، وهي تحسب لمن أخرج البلاد إلى حيز الأمن أو إلى بر الأمن. لا تستطيع أي قوة داخلية أو خارجية مهما تآمروا المرتزقة والعملاء على إخراج الزعيم من البلاد أو إخراج من قيادة المؤتمر. كون الزعيم علي عبد الله الصالح هو صاحب مبادرة الخليجية والموقع لها والموقع على تنفيذها، وهو من ينفذها ومن يسعى إلى إنجاح الحوار الوطني هو الزعيم علي عبد الله الصالح. موقف واحد اجتمعت عليه هذه الحشود المتدفقة من عدد من المحافظات، هو كما يعبرون عنه ألا مجال للمعايير المزدوجة أو قبول للكيل بمكيالين في التعاطي مع أطراف اتفاق التسوية ومدى التزامها به. منعونا من الدخول والمحاصرات الذي لو ماشي نقدم في النقاط عازم نقدم لا عند زعيم علي عبد الله صالح، وانا اقول لهم 25 مليون يعبروا على علي عبد الله صالح ونحن معه بالروح بالدم، منع يرحلوا 25 مليون. لا يحق لاي شخص كان او هيئه دوليه او غيرها ان يكون لها هذا المطلب الغير شرعي والغير قانوني. الحشود اكدوا تاييدهم المطلق لدعوه رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح المؤتمريين وأنصارهم إلى التمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كان هو من ساهم في صياغتها والسباق إلى تنفيذها لأجل إنقاذ الوطن. ها هم اليوم الحقد والكراهية يريدون أن يستبعدوا الزعيم علي عبد الله صالح، ولكن هذا وطنه ونحن شعبه لن نقبل بهذا. هي إز يمن، يمن إز هم. So you don't have the rest to talk about him. He will stay with us in Yemen. This is his home, his country. كما ضم المشاركون في هذا التجمع الحاشد أصواتهم إلى صوت الزعيم علي عبد الله صالح في ضرورة التمسك بالحوار والوفاق الوطني ورفض الإقصاء والتهميش والتخوين ومحاولات البعض إثارة الفتن وتأجيج الصراعات. أسألك بالله وبرسول الله وقلدك الله في عيالك لا فلت لك. المحتشدون أكدوا أن ردهم على كل الاستفزازات هو التمسك بالشراكة الوطنية واليمن الموحد ودعم محاولات رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر الحوار الوطني في موعده وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني. نحن من أبناء محافظة إب ومن شباب محافظة إب أتينا إلى هنا لنتضامن مع الأخ الزعيم الوالد الوفي لوطنه الزعيم البار بوطنه الزعيم علي عبد الله صالح. من وصلوا إلى أمام منزل رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح جعلوا مطلبهم الأول منه عدم الاستسلام لأي ضغوط كانت والبقاء في وطنه الذي ضحى لأجله الكثير من عمره وجهده والتصدي للباطل بالحق.
نرى من بعض الشخصيات وبعض الشخصيات الغامضة تمنع الجماهير المحبة والوفية للزعيم علي عبد الله صالح من الحضور لهذا المكان. الزعيم علي عبد الله صالح من جانبه ثمن هذا الحصة الوطني والوفاء الغامر، شاكرا للجميع اهتمامهم وحرصهم على تجنيب البلاد ويلات الشقاق وأهوال الصراع وتمسكهم بسفينة الوفاق وخارطة سيرها المعمدة بالاتفاق. أشكركم على مشاعركم الطيبة وتوافدكم كل مكان إلى منزلي الكائن في الطافية، وذلك للتعبير عن انزعاجكم عما سمعت أن موسى غادر من أجل العراق، وكذلك وطالب بتقديم إثباتات تدين كل من يعرقل الاتفاق إلى المحاكمة بما فيهم قطاع الطرق ومخربي أنابيب النفط وأبراج وخطوط الكهرباء. لا يفكرون إلا في علي عبد الله، لا يفكرون في التنمية ولا يفكرون في أهل الاستقرار. قلنا لهم قدموا مسجلي أنابيب النفط وقطاع الطرق وقطاع الكهرباء، قدموهم إلى القضاء، قدموهم إلى القضاء. الزعيم علي عبد الله صالح أكد أيضا أنه لن يغادر الوطن تحت أي ظرف وأي ضغط. لا يقبل هؤلاء وكثيرون مثلهم من السواد الأعظم للشعب أي محاولات للانقلاب على اتفاق التسوية أو الانتقاص منه أو الانتقاء، كما أنهم يرفضون كل المحاولات الساعية إلى تمديد أمد الأزمة أو استدعاء مظاهرها وما يترتب عليها. لم يأتوا من أجل التصعيد ولا للبحث عن مجد جديد، لكنهم جاءوا دفاعا عن حرية وكرامة وديمقراطية يحاول البعض وأدها وذبحها من الوريد إلى الوريد. جاءوا ولسان حالهم أتيناك من كل صوب وحدب لنعلن للناس بالمختصر، أتيناك نحمل أرواحنا فداءك يا قائد المؤتمر. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم، صنعاء. عارف الشرقبي والدكتور أحمد العقل، مرحبا بكم، وأسف عطلنا لأنه بدأنا بالحدث أيضا لا يمكن أن نتجاوز موضوع سقوط الطائرة وهو موضوع مؤسف. سؤالي الأول لك عارف، صورة المؤتمر الحشود اليوم أمام منزل الزعيم، ما دلالة هذه الصورة؟ طبعا أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونعزي أسر الضحايا والشهداء والجرحى هؤلاء أيضا، ونأسف من الحكومة وخاصة وزارة الداخلية والدفاع، وزارتي الداخلية والدفاع، أنهم أغفلوا الموضوع وكأن الأمر حصل في جزر واق الواق أو خارج في المحيط. يعني ليس هؤلاء الضحايا يمنيين، وكنت أتمنى من فخامة الرئيس أن يشكل فعلا لجنة عسكريين وأعضاء مجلس النواب وشخصيات اجتماعية للتحقيق حول هذا، أولا حول التقصير ثم حول ملابسات، لأنه مش معقول أنه طائرة تطلع بطيار فقط لا غير. إذن ما هيش لم تكن المهمة مهمة تدريبية كما يقال، لأنه الطيار لحاله فقط. هذا نتركه، إنما في كارثة، في كارثة، والحكومة كانت فاشلة بامتياز. نعم بامتياز. اليوم علينا كمواطنين أن نلاحق هذه الحكومة. نعم. نسألها نضحمها. هو عنوان لفشل الحكومة إجمالا. نعم. نعود إلى الموضوع الأهم والذي جئنا من أجله، وهو الحشود التي احتشدت هذه اليوم. طبعا جاءت من تلقاء نفسها، وأنا أعتقد أن الأيام القادمة سيكون هناك حشود أكبر وأكبر، لأنه قرار الأمم المتحدة، عفوا بيان الأمم المتحدة، بيان مجلس الأمن، ومجلس الأمن كان بيان استفزازيا لمشاعر ليس اليمنيين فحسب، ولكن كل محبي السلام والأمن والاستقرار والباحثين عن العدالة. قرار، عفوا أقول ثاني مرة، بيان مجلس الأمن والأمم المتحدة كان استفزازيا وكان خارج عن النطاق الأمن والقانون. فلما يجي المواطن اليمني يسمع، أنا الحين سمعت كثير من الأخوان يقول أنه يخرج الرئيس أو طرد الرئيس علي عبد الله صالح. أوضح هنا فقط لا غير أنه ما حصل هو بيان يقول أنه بعض الأطراف من هنا ومن هنا كانت غير متعاونة أو كانت مخلة في التسوية. لم يطلب البيان خروج، وليس من حق الأمم المتحدة ولا قبل من عمر ولا قطر ولا أكبرها كبير يقول لسين أو صاد من الناس سواء الزعيم علي عبد الله صالح أو غيره اخرج من بلدك. لكن أنا أعتبر هنا وأسجلها للعالم كله، أقول إن الأمم المتحدة ترتكب أكبر خطأ في التاريخ المعاصر عندما تقول يعني تتدخل في شؤون حزب معين
أو دولة معينة بهذه الطريقة. أنا أقول أن التسوية اللي حصل اليوم، القرار الذي حصل من الأمم المتحدة، هذا البيان هو بيان عرقلة للتسوية السياسية. نعم. بيان عرقلة. جمال بن عمر عندما ذهب قبل 4 أيام أو 5 أيام من صدور البيان ذهب إلى قطر، هل جمال بن عمر عندما راح للأمين العام أو لمجلس الأمن هل جاب تقرير تفصيلي عن سبب زيارته لعمان لقطر أم من تلقاء نفسه؟ نعم. أيضا عفوا أنا أربط ربط بسيط، عندما محمد سالم باسندو يأتي يقول الأيام القادمة سنفاجئ علي عبد الله صالح وسنفاجئ المؤتمر بأشياء كبيرة، هل كان بينهم اتفاق بين جمال بن عمر واللقاء المشترك وقطر التي تدفع لهم المال جميعا؟ إذن عارف لا تستبعد أن يكون ليس مفاجئا لبعض الأطراف الساحلية، كان معروفا هددوا اللقاء المشترك جميعا، حميد الأحمر، ياسين سعيد نعمان، باسندوة، هؤلاء قالوا الأيام القادمة وصرحوا في أكثر من وسيلة على أنه ستكون كارثة على المؤتمر الشعبي العام وتحديدا رئيسه. إذن هم يعلموا بالخبايا. أيضا لماذا جمال بن عمر، أنا أقول هم لماذا جمال بن عمر يحاول أقصى المؤتمر الشعبي العام من حضور اللقاء؟ طيب. اسمح لي، لقاء المؤتمر الشعبي العام وقيادته أثناء ما جاء مجلس الأمن لليمن. نعم. لماذا؟ طيب هذا سؤال مشروع معني بقى جمال بن عمر. دكتور، في وأنت عميد سابق لكلية الإعلام، في صورتان، في مجموعة ناس بشكل عفوي جاءوا ليقولوا مسألة باحترام تآزر تعاطف، هذا البيان لم يكن مستهدف للمؤتمر لا لزعيم المؤتمر، استهدفنا نحن كمواطنين. وعلى الضفة الأخرى كانوا في مجموعة من جمهرة الناس ينتشلون القطط في زاوية من زوايا أمانة العاصمة، ناس يشهدوا على فشل الحكومة وناس ببعض التقدير وبعض الاحترام وبعض الوفاء. كيف نظرت إلى الصورتين اليوم في صنعاء؟ في الحقيقة أشكر القناة على اهتمامها بالقضايا الوطنية الساخنة. ثانيا أعزي أهالي الضحايا وأعزي الشعب اليمني، لأننا فقدنا شهداء وخسرنا جميعا يعني حقيقة. وأنا ألاحظ أن الأحداث تتلو الأحداث حول سقوط الطائرات وهي ظاهرة جديدة وخطيرة جدا. وفي الحقيقة لابد أن نكون موضوعيين، وجود مطار الطيران الحربي في إطار المطار المدني في مطار صنعاء شيء محزن وخاطئ، يجب أن يبعد المطار الحربي بعيدا حتى يعني يتاح للطيران في أثناء تدريبه في مساحات من الأرض بعيدا عن التجمعات السكانية. الشيء الثاني، أنا أرجو من قائد القوات الجوية أن يتقي الله في نفسه وأن يراعي عنصرين أساسيين، العنصر الأول قطع القيار السليمة، العنصر الثاني الرقابة الفنية المحكمة. وكنت أتوقع من الرجل، ويجب أن يسأل أمام البرلمان، هو وزير الدفاع، يجب لماذا لا يستفيدوا من حدوث سقوط الطائرة الأولى التي قبل أشهر. نعم. القضية الثالثة، كنت أتوقع من الأخ وزير الداخلية أن يكون في بداية المشرفين على المكان التي سقطت فيه الطائرة، وأن يشرف بموضوع بدل التصريحات الرنانة وكثرة الكلام، لأنه جاء في الحديث من سمع سمع الله به. كنت أود أن أراه اليوم يشرف أمنيا، سرقت الأجهزة عديدة، جاء من هب ودب ورجال الإطفاء ورجال الأمن لم يأتوا إلا بعد نهاية إيش ما احتراق كامل الطائرة واحتراق كامل إيش العمارة مع الأسف الشديد. على كل حال أنا أرجو من الأخ رئيس الجمهورية وفقه الله أن يشرف أمرنا فيه حقيقة، لأنه أبو الجميع، ولأنه أظهر اتزانا وأظهر وطنية رائعة. أرجو أن يشرف بنفسه على مثل هذه الأحداث، وأرجو أيضا أن تكون هنالك شفافية. حدوث الطائرة السابق إلى الآن نتائجه لم توضح في مؤتمر صحفي حقيقة، وهذا شيء يثير التساؤل، لأنه نحن نعيش في عصر الشفافية، عصر المرونة، عصر تدفق المعلومات. بالنسبة للمشهد الآخر طبعا أحب أن أقول أن الذي الانفاع الجماهيري الذي توالت الناس فيه عشرات الآلاف، تتلوها عشرات الآلاف إلى منزل رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح، هو كان عفويا حقيقة. أما لو كان منظما أعتقد ستأتي الملايين.
لأن لو اشتغل قواد الرأي في المؤتمر وقواد الرأي في المجتمع اليمني سيكون ملايين والله، يعني هذا اعتقادي أنا. ولكن هذا الاندفاع العفوي ماذا يعني؟ يعني أولا أنه استنكار لتدخل أجنبي ظالم جائر في شؤون الوطن، وأيضا هو تدخل يعني يؤدي إلى انحراف المسار بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة يعني. الشيء الثاني هو يعني موقف جماهيري حقيقة، سواء من أبناء المؤتمر أو من أبناء الشعب عامة، حول تمسكهم بحق المواطن اليمني. علي عبد الله صالح نظيم كان زعيما سياسيا بالأمس، واليوم هو مواطن يمني، والاعتداء على المواطن اليمني هو اعتداء على كل أبناء اليمن، وهو ما كان يصرح به الرئيس السابق علي عبد الله صالح، يقول الاعتداء على المواطن اليمني من قبل الأمم المتحدة خارج إطار الدستور اليمني هو اعتداء على كل إيش؟ اليمن، واعتداء على الدستور اليمني. أيضا إدراك أبناء الشعب اليمني لأهمية الزعامة الحكيمة الممثلة في الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي فعلا استطاع يعني أن يؤدي دورا رائعا، وجاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من أسدى إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. فأقل شيء الموقف هذا الوطني، ولسيما ونحن نعيش فترة حرجة، والإخلال بأكبر الأحزاب وبالحزب الاعتدالي الذي هو حزب الوسط ما بين التطرف اليساري والتطرف اليميني، المؤتمر في الوسط الإخلال به هو إخلال بالشعب اليمني وتدمير للشعب اليمني. أيضا التجربة، تجربة مصر وتجربة تونس أعطت قناعة للرأي العام اليمني أنه يجب الحفاظ على الوسطية والاعتدال على التوازن في المجال السياسي، على التوازن، وأقصد بها التوازن. صح، شكرا. نعم. عارف أنت نائب رئيس لتحالف يمني جديد لدعم وتصحيح مسار الحوار، و18 مارس قادم إن شاء الله، قادم إن شاء الله المؤتمر قدم، كان من أوائل سيد التنازلات الأحزاب، حتى الأسماء قدمت لي، كان من أوائل الأحزاب، ويبدو لي أيضا باقي الأحزاب وإن كانت بعض الإشكاليات. لفت نظري تصحيح مسار الحوار، ما الإعوجاجات التي تخشون أنتم في التحالف أن تحدث وستحاولون تصحيحها كتحالف مدني؟ لم يحدث، يؤسفنا أن أقول أنه لم يحدث شيء بالنسبة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، شيء حتى الآن إيجابي. كل ما حدث هو تنازلات من المؤتمر الشعبي العام وحلفه. العمليات الإقصائية لا زالت مستمرة، أكثر من 5000 قرار صدر حتى الآن، هذا نعتقد أنها أكبر معيقات مسار الحوار. الشيء الثاني، الفرقة الأولى مدرع لا زالت حتى الآن تتكبر وتتعالى على قرارات رئيس الجمهورية. لماذا علي محسن يصر على عدم دمج وهيكلة الجيش؟ كانوا في الفترة الأخيرة ضقوا الدنيا توحيد الجيش، كيف أنا أتذكر للدكتور حسين سعد نعمان قال كيف نتحاور وأزيز البنادق والجيش منقسم إلى آخره من هذه الأشياء التي كانت عبارة عن شماعة وكذب ودقل سياسي على صانع القرار. الرئيس عبد الرب منصور هادي نعتقد أنه يعرف كل هؤلاء، يؤسفنا أن نقول المنافقين، النفاق السياسي في الأخير خصوم سياسيين، لا نعم. النفاق السياسي الذي كانوا يقولوا أنه علي عبد الله صالح هو يقول في بو الشعر والغزل ابتداء من الزنداني وما دون، كلهم هؤلاء أصبحوا الآن ينافقوا فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، ولكن أنا متأكد بحكمته وقدرته على فرز السمين من الغث يقدر يفصل بين هذا وذاك. عموما أيضا أنا عندما أشوف الساحات لا زالت موجودة حتى الآن، عندما أشوف عملية إذا كان الجرحى الشباب الذي نزلوا إلى الساحات طمعا في التغيير، طلع باسندوة وطلع صخر الوقي على أكتف هؤلاء الناس، لماذا لا يتم تسفيرهم؟ ومعلد كل هذه إرهاصات وكل هذه انحرافات قبل 18، عارف من النقاط بسرعة، من النقاط التي تتمناها قبل 18 كتصحيح؟ أولا قبل كل شيء دمج الأولى الفرقة الأولى مدرع، ثانيا التزام علي محسن الأحمر في قرارة رئيس الجمهورية ويحترم نفسه أولا قبل كل شيء، ولا ينزع الزي البز العسكري وينزل الميدان إذا أراد. نعم. الشيء الثاني تجنيد 200,000 جندي هؤلاء عندما توزعهم على كل أقسام الشرطة والمؤسسات الأمنية كلها ومداخل المدن ومداخل الوزارات، أنت تريد أن تعمل انقلاب من تحت إلى فوق، كان علي محسن ومن معه يريدوا أن ينقلبوا على علي عبد الله صالح أو الرئيس علي عبد الله صالح السابق.
كانوا يريدون أن يقلبوا عليهم من القمة فشلوا. الآن قندوا 200,000 في الوقت الذي المواطن يتضور جوعا مش لاقي حق وظيفة. كيف تقند 200,000 بأي دستور هذا؟ نعم. الخزينة العامة لا تتحمل. أيضا تيجي توقف التوظيف لمدة 4 سنوات. إذا أنا ما أقول لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، الماء تمشي ونحن نعرف كيف تمشي من تحتنا جميعا. يخططوا لانقلاب محكم. عبد الرب اسمه علي حسين الأحمر وزع كثير من القيادات العسكرية على منافذ في طيب. على الشريط الساحلي كله ألوية كلها نتبعوا من جماعة. أنت ترى أنه قبل الوصول إلى 18 لابد من أقوات حتى في لو دخلنا الحوار ما الذي يضمن عدم الانقلاب العلي عدم انقلاب اسمه هذا اللواء المنشق علي محسن الأحمر؟ ما الذي يمنع طيب. أنه ينقلب طالما اسمح لي قلت 200,000 وزعتهم على كل مفاصل الدولة. نعم. وتمسك المعسكرات المهمة، تمسك لي اللواء العاشر مدرع اسمه هذا اللواء العاشر. لا تستعجلناش خلي الأفكار تضيع. أنا أقول لك الكلام اللي حقوله كلام مهم. ستقول لك تجري عملية انقلاب مدبرة على نار هادي يطبخوا انقلابا. إما أن تمشي يا عبد الرب منصور هادي وأنا يوسفنا هذا كلامهم على ما نريد، إما أن ننقلب عليك والخليج يدعم وهم قطر تجري يجري انقلاب. طيب دكتور احمد العقل ساقول لك ما تش بس لا تلمس علي ضغطه فكريه لو سمحت. حياك. ساقول ستقول كل شيء ولكن ايضا نتيح للدكتور احمد ايضا. هل تشعر دكتور انه الحكومه ناهيك عن الفشل الاقتصادي، ناهيك عن الفشل الذريع ككوارث اليوم، بدلا من ان تكون ذخرا لرئيس الجمهوريه الذي يحمل ملفات صعبه تحولت الى عبء على رئيس الجمهوريه؟ والله في الحقيقه في إشكالية لدى التفكير، لدى تفكير رئيس الحكومة في المقام الأول. هو أصبح رئيس حكومة لكنه لا زال يعتقد أنه في المعارضة، وهذه من المفارقات العجيبة ومن الأشياء التي يصدم بها العقلاء. أنت اليوم رئيس حكومة، كلمة رئيس حكومة أنت أب للجميع، وأنت توفق وأنت تعمل على لم الشمل، وأنت تحاول أيضا أن تنجح المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، وأنت تتجاوز الأخطاء، وأنت تكون في أول المشرفين على أحداث وقضايا الوطن. أما أن تعتبر نفسك معارضة فأنا أعتقد أن في إشكالية في التفكير وفي المنهج. تحول إلى عبء. نعم لا شك عبء وخطر. وخطر. الشيء الثاني يعني عندما يعني سمعنا بالبيان مجلس الأمن الدولي يعني كان من الأسباب هي التقارير مع الأسف الحكومة تقارير خاطئة وتؤدي إلى إشكاليات وطنية وتعرقل المسيرة الوطنية. وأحب في هذا الموقف أن أقول من يعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة؟ الذي تنازل وقدم تضحية كبيرة من أجل حقن الدماء اليمنيين، أم أولئك الذين يهيمنون على مسار الحوار الوطني ويوظفون لمصالح حزبية ضيقة؟ ذلك الرجل الذي خدم 33 ووفق بين الجميع وأرضى الجميع، أم أولئك الذين يرفضون الامتثال لقرارات هيكلة الجيش؟ بين ذلك الحزب الوسطي حزب الوسطية والتوازن، أم أولئك الذين يعملون على الإقصاء والتهميش والاستحواذ مع الأسف على كل شيء؟ بين أولئك الذين يعملون يعني هل يجرم أولئك الذين يعملون لمصلحة الوطن، أم أولئك الذين يحزبون الأمن والجيش؟ كنا نتمنى من الأصدقاء في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن بالذات أن يركزوا على جريمة تحزيب الجيش والأمن لأنها بمثابة قنبلة موقوتة. أيضا الذي يكون ميليشيات ويعدها لأهداف خطيرة جدا، الذي يريد الوصول إلى الحكم عبر القوة والعنف ليس عبر الديمقراطية، الذي لا يؤمن بالآخر. على كل حال أحب أن أقول أن تفتيش الجيش وإيجاد ميليشيات عسكرية قوية ثم التركيز على تفتيت المؤتمر معنى ذلك تحضير لمرحلة خطيرة جدا. طيب. ويبدو أن الرأي العام أدركها. نعم أعطينا الصور يا جماعة، عندنا الصور اليوم صور أمام منزل رئيس المؤتمر الشعبي العام، لأنه سؤالي لعارف الشريبي. البعض سيقول لك عارف هذه الصور أنتم لستم معنيين بمخاطبة الخصم المشترك، يبدو أن المشكلة مع الآخر،
الآخر سواء كان الإقليمي أو الدولي الذي يفترض أن تؤثر في هذه الصور، يفترض أن ينصت إلى كلام الطرف الآخر. هل أنت معي؟ يعني بنتكلم من هنا للصبح عن علي محسن، وبنتكلم من هنا للصبح عن الإقصاء، وبنتكلم، ولكن لديك الطرف للأسف الشديد غير منصف. نشعر نحن، أنت تشعر كمواطن أنه أنا أشعر أنه فعلا، هل فعلا هذه الرسالة يفترض أن توصل بشكل هذا؟ السفراء موجودين، الأمم المتحدة موجودة، حتى جمال بن عمر موجود. البعض يقول أنه يجب أن يركز جهدكم مع الآخرين وليس مع الداخل. طيب اسمح لي، أنا أبتدأ من الداخل ثم من الخارج. والله لو اجتمع العالم كله على علي عبد الله صالح ولا على أي مواطن عادي في اليمن لن يستطيع على الإطلاق إلا إذا تفكفكت الجبهة الداخلية. وهنا أرجع وأقول علي عبد الله صالح عندما أمريكا والغرب طلبوا عبد المجيد الزنداني باعتباره مجرم حرب وإرهابي دولي، رفض رفضا قاطع أنه يسلمه، وقال إذا كان هناك ثمت أدلة على هذا الرجل أنا أدوها وأنا أحاكمه هنا في بلده. لم يسلمه قضاء إرهابي دولي. وهنا أقول لعبد رب منصور هادي يا فخامة الرئيس، المسؤولية تقع على عاتقك أنت أولا قبل غيرك، أنت مسؤول. عمر بن الخطاب قال والله لو تعثرت دابة في أقصى العراق لو سئلت عنها يوم القيامة وهي دابة. وأنت علي عبد الله صالح هذا كان يوما من الأيام رئيس دولة وتعرفه وخبرته جيدا. إذا أنت تستطيع أن تضحيبه أو تريد أن تضحيبه فهو بيدك، وإذا تريد أن تحمو كأي مواطن وليس كنائب كرئيس سابق فبيدك. لن تستطيع أمريكا ونحن نعرف، لن تستطيع قطر هذه القرية الصغيرة أن تتحكم بالعالم. لماذا جمال بن عمر ذهب إلى هناك؟ طيب الرسالة، أنا أرجع أقول الزندق، عيد الرسالة يا عارف، الرسالة الصور هذه ألا يمكن أن تطرح لي وغيرها الكثير، ألا يمكن تطرح للمجتمع الدولي عارف، تطرح للسفراء، تطرح للدول الدائمة العضوية؟ هذا يجب على المؤتمر الشعبي العام، الدائرة السياسية والعلاقة الخارجية هنا أن تتحرك في المؤتمر الشعبي العام. يعني أنتم تستفزون قطاع كبير من الناس، أنتم لا تبالون بردة فعل ناس، أنتم ما هذه إلا يعني هذه طبعا جزء هذه قطرة من بحر. والأيام القادمة أنا أؤكد لك أنا أتصلون بناس من كل محافظات الجمهورية يقولوا نحن مستعدين، ونحن عملنا لهم الرئيس علي عبد الله صالح او الزعيم علي عبد الله صالح يقول لا يعني واصدر بيان انه عدم الانفعال لقاده المؤتمر الشعبي العام وكوادره. وبالتالي هذه قطره من بحر. انا اقول انه التقطها اليوم الاوروبيين، التقطها هذه هم يدركوا السفير الامريكي. انا من بدايه الازمه في 2011 لم نسمع اوباما ولا غيره يقول لا الان ارحل يا علي عبد الله صالح زي ما قالوا للرؤساء الاخرين، لانه يدركوا انه علي عبد الله صالح لديه حزب، اكبر حزب في الساحه اليمنيه، ولديه كوادر ولديه محبين والمناصرين. علي عبد الله صالح حقق الوحده، وهذا الحدث بحد ذاته يفترض انه على قيادة الأحزاب وعلى كل المتحزبين في الأحزاب في الساحة اليمنية كلهم أن يجمعوا حول هذا الرجل باعتباره رمز تاريخي. لكن للأسف الشديد نحن نغمد الخنجر في جبهات أي واحد. أنا أقول لماذا الأمم المتحدة لم تتنبه لبيان ما يسمي بهيئة علماء اليمن حق الزنداني هذا، وهم يقولون لا لتسليم وحيد الجيش، لا لإبعاد القادة العسكريين، لا لدخول بدء الحوار حتى نكون نحن كمرجعية دينية. أليس هذا تعطيل؟ لماذا لا يقولوا للقطاع الطرق حتى الآن اللي هم يتبعوا التجمع اليمني للصلاح والذين يضربون الكهرباء، أليس هذه عرقلة؟ في أشياء كثيرة أنا أقول لك لحظة لو تكرمت، وزير الدفاع عندما قال إنه هناك أسلحة تأتي من إيران، إذا أنت تعرف أنها تأتي من هنا من إيران، لمن تأتي يا وزير الدفاع هذه الأسلحة؟ أليس طيب عندما تأتي ما تأتيش عبارة عن لعب ولا شوكولا؟ تأتي هذه الأسلحة أنت مع الشفافية الشعب. يجب أن يعرف المواطن، مش هذا فقط الشفافية، أنا أقول إنه هناك طبخة تطبخ للإنقلاب. طيب. وهذا تعيق الحوار أيضا. اسمح لي، ورئيس الجهاز الأمن القومي عندما قال هذه الشحنة التي جاءت من إيران هي الثالثة والثنتين اللي اكتشفوها اللي مسكوها، بينما الثنتين دخلن سكويتي، من الأشخاص التي دخلت الأسلحة هذه اليوم وسلمت وأين ذهبت؟ نعم. ما هي الطبخة التي تدار ضد الوطن؟ طيب عارف الشرقيبي يقول أن هناك تواطؤ رسمي، طبخة وأنت تواطؤ رسمي. نعم. نعم. للإنقلاب على المبادرة. وعلى فكرة الأمم المتحدة وأمريكا سيدة العالم في الوقت طيب. الراهن تتآمر، أنا أقول بمن أفهمي، تتآمر لكي تسلم الدول العربية التي لها نفس قومي. نعم. للإخوان المسلمين الذين ساعدوهم بالانقضاض على الاتحاد السوفيتي في البلقان، هؤلاء يريدوا يكافئهم في هذا طيب المنفق. هذا سؤال تحليلي لك يا دكتور أحمد، يعني هناك قراءة أخرى غير القراءة التي قرأها خاصة في الجزء الأخير. البعض يقول أن مجلس الأمن إلى صنعاء هو رسالة أنه اليمنيين ليس أمامكم إلا الحوار،
وأنه رسالة كانت واضحة. أنت مع هذا الطرح وأنه حتى بعض الأطراف اليمنية التي لا تزال تراهن على الضغط أو بعض العواصم، نتحدث عن الدوحة، عن بيان هنا أو ضغط هناك، هذه تفاصيل، لكن العنوان الأكبر هو 18 سبتمبر. المجتمع الدولي الدكتور أحمد مع من؟ هل مع حوار ورسالة واضحة للشعب اليمني أنه لا خيار إلا الحوار؟ في الحقيقة أنا أرجو يعني من المجتمع الدولي وبالذات من الدول الراعية للمبادرة الخليجية والآلية المزمنة لها أن يأخذوا الحقائق والبيانات من مصادرها المتعددة، وأن لا يفتحوا آذانهم لأحزاب ويقفلوها أمام أحزاب أخرى. وأنا يعني أنادي أصدقائنا السفراء وإخواننا السفراء وبالذات سفراء دول الخليج يعني أن يفتحوا أبوابهم وآذانهم للجميع وأن يسمعوا من الجميع بحيث يكونوا آراء سليمة تسهم في خدمة الشعب اليمني وفي إنجاح المبادرة وليس في تأزيم الوضع. ثانيا في الحقيقة الدول الكبرى لها مصالح وعودتنا في مواقفها في مجلس الأمن الدولي أنها مع الأسف يعني تقسم ظهر البعير، قضايا فلسطين، قضايا العراق، القضايا العربية، يعني تجربتنا كيمنيين كعرب أصلا مريرة مع مجلس الأمن الدولي، تأتي قراراته مؤلمة جدا وإحباطية وتيئيسية للعالم العربي. الشيء الثالث، إذا كانت المعارضة قد نجحت في إيصال بيانات، أنا أرجو من العلاقة الخارجية في المؤتمر الشعبي العام، ما عنديش معارضة حزب التحالف يا دكتور، أنا أرجو المعارضة السابقة قصدك؟ نعم المعارضة السابقة أرجو، اللي على فكرة ذكرت البيان، نعم أن البعض في الناس في المشترك، عفوا دكتور، ما بيقرؤوش أن الأسماء التي لم تعلن وهي في سنذكر هذا، سنذكر هي أخطر من الأسماء التي أعلنت، سنذكر. أرجو أيضا أن تفعيل العلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام بحيث يكون في مستوى طرح أحزاب اللقاء المشترك. وأحب أن أطمئن أبناء الشعب اليمني وأقول لهم البيان هذا ليس قرار، هو بيان. ثانيا مع الأسف الشديد أن الإعلام اجتزأ منه هنا تجزئة، والاكتطاف هو أسلوب من أساليب الدعاية الرمادية، أخذ أخذ جانب علي عبد الله صالح ولم يأخذ جانب الزعامات التي في أحزاب اللقاء المشترك. انتهيت دكتور، عفوا بس استأت من الصحف الرسمية أن تأخذ عن يعني أن يقرأ هذا في الجزيرة، في صحف معروفة سعود لك، ولكن في الصحف الرسمية أن يكون بهذا الإعلام الرسمي أن يتعامل بهذا. والله على فكرة بس ما تجيب الإعلام الرسمي طول موضوع السوخو اليوم كان لديهم برنامج عن الإيدز، يعني تصوروا لا كلمة عاجل ولا أن في كارثة ولا أن في أي موضوع، كانوا بيناقشوا فقرتين، أولا عن اللاجئين وثم كانت الفقرة الثانية عن الإيدز. تفضل. والله يعني يا أخي أنا أتمنى من الإعلام الرسمي أن يكون إعلام وطن وليس إعلام من يمسك الحكم ومن يمسك الحكومة، أتمنى وأن يعبر عن هموم الوطن وقضايا الوطن، ولكنني أرى أنه يتحيز بدرجة كبيرة مؤلمة. فمثلا بيان مجلس الأمن الدولي ركز على طرفين، الطرف الأول الرئيس السابق علي سالم البيض، الطرف الثاني رموز في أحزاب المعارضة السابقة سواء في القيادات الحزبية أو القيادات العسكرية. وأنا لا أدري هل هو تحذير لهذه عدم ذكر أسماء هذه الرموز، هل هو من باب يعني إعطائهم المهلة، أم هو من باب لا تأمن أمريكا وبريطانيا ولو كانت رمادا. ولكن أنا كإعلامي علي أن أتناول الطرفين وأن أركز على الطرفين، أما أني أخذ قضية وأهمل قضية فهو ليس إعلام بقدر ما هو دعاية بروباغندا تحيز لفئة ضد إيش أخرى، ويؤسفنا أن يأتي عبر الإعلام الرسمي. وأنا أكرر وأطرح لسيادة رئيس الجمهورية وفقه الله أن وزارة الإعلام، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع أرجو أن لا تكون في إطار حزبي وأن تكون في إطار وطني، السيادة الوطنية الكبرى حتى لا نعاني ونستمر في هذه المعاناة. نقولين على حوار يعني البعض، نعم. البعض يخشى، وهذا سؤالي الأخير لك أستاذ عارف الشرقي، البعض يخشى أنه أنت في حوار يفترض كإعلام رسمي أن تدخل بذهن مفتوح بصدر مفتوح، إذا دخلت بهذه العقلية، إذا دخلت بهذه الذهنية، هل تخشى أستاذ عارف وأنت أيضا إعلامي قبل أن تكون محلل سياسي من أن ينحاز الإعلام الرسمي مبكرا
إلى طرف ما وعن تكون لدي رسائل سوداء إلى طرف آخر، هل تخشى من سقطة جديدة للإعلام الرسمي في 18 مارس اليوم الأول للحوار؟ أنا طبعا أخشى، لكن ليس من سقطة أخرى، لأنه لم تتوقف السقطة الأولى. هم مستمرين منذ مسك هذا وزير الإعلام للأسف الشديد وطاقمه كامل، أقصى الطاقم ما سمي القديم، وحل بدله طاقم آخر يسبح بحمد حميد الأحمر. ما يقول حميد ما مشوا بالريموت التليفون هو الذي يشوف، وهذه أعتقد أنها يعني عار كبير علينا كيمانيين. أنا أقول يا سيدي، شوف، أقول لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، هؤلاء الناس لا يؤمنوا بالديمقراطية ولا بتداول سلمي للسلطة، كما تأمروا على الرئيس السابق علي عبد الله صالح سيتأمرون عليك غدا. وهنا أقول لك يا فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، أنا أخشى أن تأتي يوم أقول لك أكلت يوم أكل الثورة الأبيض، هؤلاء لا يؤمنون بتعددية ولا بديمقراطية ولا يحفظوا الجميل. كل هذا الكروش الكبيرة حقهم والأموال والشركات، وهذا بنيت في عهد علي عبد الله صالح. المؤتمر هل بداية التصحيح ترى في الإعلام الرسمي أن يكون هناك؟ أولا أنا أقول لفخامة الرئيس أن يعمل له غرفة عمليات صغيرة بالنسبة للإعلام، ويراقب الصحف والمواقع والقنوات، ويشوف من الذي يأجج ويحل يعني ويحلل الأمر، ويقول لفلان أنت أخطأت ويقفه. طيب الشيء الثاني، لديك ربع دقيقة، قول ما شئت. طيب مجلس الأمن إلى اليمن تأكد إنها ليس من فراغ، هو أجل يطمن اللقاء المشترك، يقول لهم افعلوا ما شئتم ونحن جينا نطمنكم، ولا كان الأمر يختلف على كنا شايفين قرارات أخرى. وفعلا هم قالوا أجل أي شيء يعمل، ولا كان مفروض إنه لما يأتي يقف على الحقائق، لكن جاء خزن مع الجماعة الآخرين هذولك مع الطرف اللقاء المشترك، بينما قيادات في المؤتمر الشعبي العام لم تقابله، لم يذهبوا إلى الزعيم اللي صنع المبادرة الخليجية وآلتها. لماذا لم يذهبوا له وهو عمود أساسي في المبادرة الخليجية؟ لماذا هذا الجهاف؟ أنا أقول هنا إذا كان فخامة الرئيس، وأقول فخامة الرئيس رغم أنه قال لا تقولوا ليش فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه، لكن أقول يستاهل هذه الكلمة عن جدارة، ولكن أرجو أن لا يسلم القرار اليمني لشوية، لا لمجلس الأمن ولا لغيره، ونحن انتخبناه وعهد وأقسم ذاك اليوم عندما سلم السلطة عليه أن يكون، ونحن واثقين فيه بأنه سيكون رجل المرحلة فعلا. أهم حاجة لا يفتح أذنه زي ما قال الدكتور لهؤلاء الذين يطعنون في الخاصرة. عارف الشرقبي نائب رئيس التحالف اليمني لدعم وتصحيح مسار الحوار، شكرا لك، وشكرا للأستاذ العزيز دكتور أحمد العقل العميد السابق لكلية الإعلام والإعلامي والمحلل السياسي المعروف. طبعا أعتذر لأنه أخذت الطائرة وقت جزء من وقت، عارف الشريك بينما ما شاء الله عليه اللي في الورقة يعطي، لاحظت أنت أول يحذرك أقول لك انتبه، أنا أكيد لا تزعجني لا بعد هذا كل اللي في الورقة. أشكركم بعد، طبعا أشكركم بعد الفصل، معي مشروع مهم، رئيس جمعية أصدقاء المجتمع، نموذج للمجتمع المدني، نموذج للناس الذين يعملون بصمت، رئيس مجلس إدارة مستشفى 17 الخيري الاجتماعي الأستاذ جمال الشحطري بعد الفصل. هي ليست غريبة على شعب يحب عمل الخير، لكنها غريبة على من يحاولون عرقلة هذا العمل. تدعو وزارة الصحة والسكان إلى الاهتمام بها والنظر إليها كونها تقدم خدمة للمواطنين. والله الخدمات جيدة ولا بأس، ولكن ينقص بعض الخدمات التي نتمنى أن يتلاشها جميع المستشفيات والمرافق الحكومية سواء بوزارة الصحة، سواء مثل الإمرجنسي أو الطوارئ بشكل عام. المستشفى صراحة حلو راقي، فيها الخدمات متوفرة الحمد لله، معانا المعاينة مجانية في كل أسبوع يوم الخميس يحطوها مجانية دائما، هذا معانا تخفيضات من مدير المستشفى من جمال الشحطري وزكريا الحمادي، تخفيضات واصل، إذا في حد يعني حالته تعبانة ضروري يروح لهناك وفي تخفيضات لهم، إذا ما فيش معاه مجانية. لقينا معانا مريض ولادة، دكتورة واحدة تفعل الأشعات وتفعل العمليات وكل شيء، والمرضى جالسين في الطوارئ. التعامل بشكل سريع، الإجراءات والروتين قليل، أهتموا بالأم، أهتموا حتى بالبنت الصغيرة، وأنا كنت أخرج أجيب بعض الأشياء والطبيبات ما قصرين. مستشفى 17 من يوليو الخيري الذي أسسته جمعية أصدقاء المجتمع هو مستشفى متكامل يحتوي على كل الأقسام الطبية وذو كفاءة عالية وأجهزة متوفرة وكوادر متميزة، رغم قلتها إلا أنها تفي بالغرض. الجمعية أو المستشفى ويقدم خدمات جديدة،
الخدمات الجليلة أنه الحوادث التي بتكون قريبة من الطرقات الرئيسية تم إسعافها إلى المستشفى، عمليات عظام عملت هذه أيضا من الأشياء التي نفتخر أن نقوم بها، وأكثر من عشرات العمليات للعظام قمناها داخل المستشفى. عندنا عمليات الولادة أيضا تقوم بها المستشفى، لأنه كان في معنا مستشفيات حكومية ما بقى كلهم زحمة على الثورة على الجمهوري، نحن أيضا لنا الفخر أنه تكون الجمعية تستقبل الحالات هذه وتخفف الضغط على المستشفيات الحكومية، فأصبح مستشفى هو ما بين المدينة وما بين الريف، ونحن نتقبل حالات من محافظة صنعاء ومن أمانة العاصمة، فبذلك نفتخر ونعتز بما تقدمه جمعية أصدقاء المجتمع ممثلة بمستشفى 17 يوليو في الجانب الصحي، ونسأل الله العلي القدير أن يكون هذا عملنا في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله. كنا نتمنى أن وزارة الصحة ممثلة بمكتب الصحة بالأمانة أن ترفد المستشفى بالكادر الذي نحن ينقصنا، وهذه الكوادر هي نادرة وصعب أن احنا نجدها، أن نجدهم عندي على مدار 24 ساعة أو على مدار يومي. ورغم تجاهل وزارة الصحة للمرافق والمباني الصحية التي تسكنها القطط والكلاب في حي الهندوانة جوار منزل الأمين العام لمديرية السبعين، حاولت جمعية الأصدقاء فتحها والمساهمة في تشغيلها. خلال زيارتنا اليوم لمستشفى 17 الخيري لامسنا استراتيجية جبارة وعملا متقن رغم البساطة وقلة الكوادر، لكنهم يناشدون وبشدة وزارة الصحة بتوفير هذا الكادر. سامي الحجري لبرنامج اليمن اليوم. أحييكم في الجزء الثاني. أستاذ جمال مساء الخير، أهلا وسهلا فيك، ونهنئك وطاقم الجمعية وطاقم المستشفى. سامية حجري زميلتنا التي أعدت التقرير تحدثت عن استراتيجية، ما الاستراتيجية عمل جمعيتكم وخاصة مستشفى 17؟ أولا مساء الخير، شكرا كثيرا أخي محمد على تحت هذا الفرصة لنا. من دواعي سرورنا أن نضع استراتيجيتنا بين أيدي المواطن حتى يعلم أنه ينتمي إلى مجتمع متماسك ويسعى إلى التكامل فيما بينه، وذلك عن طريق منظمة المجتمع المدني التي تحاول اختراق الهالة الصماء التي تحيط بالمجتمع بمجتمعنا اليمني. سعت جمعيتنا إلى عقد الشراكات ما بينها وبين الجانب الحكومي وما بينها وبين أفراد المجتمع. الحمد لله وصلنا إلى نتائج طيبة لا بأس بها، لم يستطع قبلنا أحد الوصول إليها، ومن ذلك الشراكة بيننا وبين المجلس المحلي في مديرية السبعين ومكتب الصحة في بالأمانة، حيث لمسوا فيما سبق رغبتنا في تقديم الخدمة الطبية لأفراد مجتمعنا اليمني، فلم يتهاونوا لم يبخلوا في دعمنا لم يبخلوا في دعمنا، شاكرين لهم هذا التفاعل معنا. بالنسبة للتجربة التي أصبحت لدينا من العمل مع أفراد المجتمع في الجانب الطبي بالذات، نعم. وهو يعتبر من المجالات الصعبة بالنسبة التي تخوضها منظمات المجتمع المدني، حيث يحتاج إلى إمكانيات ومهارات وكوادر ومدربة ومؤهلة لهذا لهذه الخدمة. إنما نحمد الله بحمد الله وشكره، وصلنا إلى نتائج طيبة جدا، واستطعنا أن نضاهي المنظمات الدولية، نعم. في هذا المجال، ونحن نتمنى الوصول إلى من تخدمون أستاذ جمال الآن؟ نتحدث عن الشرائح التي يخدمها هذا الصرح الطبي. نحن نخدم تحت خط الفقر، تركزون على شرائحه، نعم. واجبنا ما دامت لدينا الإمكانات ولدينا الكوادر المؤهلة، ونسعى أيضا إلى التدريب والتأهيل، ليس تقديم الخدمة، وإنما نسعى إلى التدريب والتأهيل، وذلك من خلال المعهد التابع للجمعية.
في المجال الخدمات الطبية العلوم الطبية المساعدة. طيب المرضى من خارج الأمانة، من محافظة صنعاء، من السبعين، من كل أقصد الشرائح اللي بيأتي نعم من كل الأماكن، من الريف ومن مديرية السبعين وأيضا من المديريات المختلفة في أنحاء أمانة العاصمة. بحمد الله وشكره وصلت الصيت بالنسبة لخدماتنا الطبية لا قدر لا بأس به، قدر المعقول. استطعنا حتى أن نصبح رقم في أوساط مقدمي الخدمة الطبية داخل أمانة العاصمة. مستشفى 17 إيش ينقصه أستاذ؟ عملية جراحية كبرى، ما الذي ينقص؟ المستشفى 17 يوجد فيها العمليات الجراحية المتوسطة والصغيرة. الكبرى لا. يعني ماذا تحتاجون الآن أنتم لي؟ الآن نحن في حاجة إلى الدعم المعنوي وليس إلى 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 المزاحمة أو فرض الآخرين علينا. نحن في حاجة إلى الدعم المعنوي. المعنوي من من؟ من المجتمع. من المجتمع أجل من المجتمع ومن أعضاء المجلس المحلي المحليات في أمانة العاصمة وكذلك في محافظة صنعاء لأننا نخدم. صح. هذه الشرائح. كذلك من الخدمات الجديدة التي أضيفت وهذا نعتبره خطوة أولى في مجال الشراكة مع المنظمات الدولية، تعاوننا مع منظمة مع الهيئة الطبية الدولية International Medical Corps. التعاون بيننا وبين هذه المنظمة وصل إلى درجات لا بأس بها، وهذه الإحصائيات التي لدينا. مستشفى 17 الخيري قدم الخدمات الطبية خلال عام 2012 ل 111,752 حالة. 111,752 حالة. نعم. منها الحالات المجانية تقارب 66,832. يعني في شقين، في شق مجاني وفي شق جانب رمزي. نعم. وإلا كيف سنستطيع المواصلة في تقديم الخدمة؟ صح. هذا شيء لا بد منه. في 66,000 يعني حوالي أكثر من نصف شوي مجاني. بالضبط. بالضبط. وبالنسبة للحالات المخفضة التي تم تخفيض الخدمات الطبية لها هي بعدد 6,445 حالة. هذا بالنسبة للحالات التي تم اللي المجاني 66,000 و6,400 اللي خفضت. بالضبط. الباقي المبلغ الرمزي. الباقي هو المبلغ الرمزي. الباقي هو المبلغ الرمزي. عندك إدارة محترفة بتم التعامل معها؟ أقول لك بصراحة بالنسبة للإدارة إحنا منظمات مجتمع مدني ومعرضين للفشل والنجاح. وتعرضنا لهذه الكبوات. لكن في كل كبوة بعد كل كبوة كنا نعيد الـ يعني أنت مطمئن لكادرك الإداري للكادر التمريضي عندك؟ الحمد لله. نعم أنا مطمئن لهم لأن الخبرة التي اكتسبوها لا بأس بها. لا بأس بها. وفي في في مجال تقديم الخدمات الطبية تقريبا بحدود في 20 مجال من مجالات الخدمات الطبية نحن الآن نقدمها للمرضى. بالإضافة إلى ذلك قسم سوء التغذية وهذا قسم جديد وصل عدد الحالات فيه بحدود 6,400 حالة من سوء، هذا بالتعاون مع الانترناشنال ميديكال كورب الهيئة الطبية الدولية لمعالجة سوء التغذية الحاد وأيضا للأمهات المرضعات والحوامل. هذا هو أهم مشروع في الجمعية سلال. هذا إضافي، هذا حديث للمستشفى. للمستشفى نعم تم إضافته حديثا. لا لا أقصد المستشفى بشكل عام. 17 يوليو هو أهم مشروع في الجمعية. أهم مشروع في الجمعية فعلا. هذا هو أهم مشروع. بالإضافة إلى وجود معهد تدريب وتأهيل لأن كنا نعاني من ضعف الصحي. الصحي فعلا كنا نعاني من الكوادر. الآن هو تبع المستشفى جنب المستشفى. بالضبط. الآن هو داخل المستشفى. موجود في داخل المستشفى في المبنى. ملك ولا إيجار للجميع؟ المبنى هو تابع للمجالس للمجلس المحلي. ما تعوز إيجار. أيوه. كويس. في رسوم رمزية. رمزية. أيوه في بتشعر تزايد الناس إلى المستشفى لأنه تعرف الطب عندنا في اليمن قدمت خدمة كويسة اللي بيتعالج عندك بيجيب 10 آخرين. تشعر الناس في تزايد من الناس؟ الحمد لله. الحمد لله الثقة مستمرة وفي ازدياد مضطرد لله الحمد. وهذا مما ساعدنا ومما دعمنا أن نواصل في تقديم الخدمات بل أن نكون متميزين. وفي بالنسبة للدعم
أنا أشكر أقدم شكر الشكر الجزيل لمعالي أمين العاصمة اللواء عبد القادر علي هلال، شاكر له الدعم المعنوي الذي نجده منه من خلال ربط الشراكات ما بين منظمات المجتمع المدني المحلية ومنظمات المجتمع سواء كان العربية أو المحلية. هذا ساعدنا وشجعنا ولم يحاول أن يقصينا كما حاول الآخر أن يقصينا من العمل الوطني ومحاولة فرض أن الأجنبي أفضل أو الأجنبي أحسن. فإلى أين إذا استمرينا أن نؤمن فقط بالخارج بالذات في مجال التعامل مع منظمات المجتمع المدني. الشكر الكبير للأستاذ معالي الأستاذ عبد القادر هلال، شاكرين له هذا الدعم. نعم. طيب في منظمات مجتمع مدني عاملة زيكم مثلا المستشفيات، ولا أنتم ربما حالة فريدة في أمانة العاصمة؟ لا يوجد. يوجد. يوجد، لكن لا أدري هل هناك مراجعات. طيب أنت ترى أنه دخول منظمات المجتمع المدني أفضل في جانب خدمة الناس بدل السياسة وحقوق الطفل وحقوق أليس الأفضل هذا الموضوع؟ هذا يكون. نعم هذا أفضل جدا، لأننا نستطيع عن طريق تقديم الخدمات سواء كانت تعليمية أو الطبية أو حتى مساعدة الفقراء، هذا هو السبب الرئيسي الذي وجدت من أجله منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني تمارس السياسة في حالة الرفاهية، في حالة وجود، يعني ما نحتاج كمجتمع إلى أشياء، لا أشياء ضروري. إحنا محتاجين إلى من وزارة الصحة. جمال، ما المطلوب غير الدعم المعنوي؟ من الذي من وزارة الصحافة؟ يوجد لدينا نقص في بعض الكوادر التخصصية الهامة، هذا الذي لا نستطيع أن ننكره، ونحن نتمنى في حالة توفرها لديهم ألا يبخلوا بها علينا. ألا يبخلوا، يعني هذا فيما يتعلق بوزارة في وزارة الصحة. بالنسبة لن نثقل عليهم ونقول بالنسبة للدعم المادي، نحن نعلم ماذا يعني على ما يقولوا البير وغطاها. انت تعرف البير وغطاها؟ نعرف البير وغطاها، فلن نحمل. ربما ثقافتك شويه انجليزيه فبتخلط بين احيانا تشيد المرادف. طيب في الجانب نتحدث عن الدواء، هل المستشفى ايضا يتاكد؟ لانه عندنا مشكله فيما يتعلق بالادويه، وانت تعرف التهريب، وانت تعرف لكي تصبح العمليه العلاجيه من الالف الى الياء مضبوطه. احنا يعني ممكن تشخص صح، تعطي صح، لكن تكتب صح الدواء، والمواطن عندنا مسكين، يا اما بيذهب لارخص يا اما بيذهب. هل من مسؤوليتكم كجمعيه وخاصه للفقراء ومحدودي الدخل ان تؤمنوا ايضا دواء سليم؟ نحن لا نؤمن الا الدواء، نؤمن الدواء الذي نثق فيه. اما الدواء الذي لا نثق فيه فلا نستطيع. انت مع نظام صيدليه تابع المستشفى؟ هذا مهم. طبيعي موجوده. وصيدليه مجانيه ايضا لدينا. صحيح. مختبرات لديكم؟ مختبرات لدينا، مختبرات لا بأس بها. أشعة توجد ولو أنها ليست على القدر المطلوب. نحن في حاجة، أنا لا أقول لك أن لدينا مكتمل من كل النواحي، لكن يوجد لدينا نقص. نحاول أن لا نثقل على الآخرين وأن نتعامل بما هو موجود لدينا، وإذا وجد لديهم أرادوا. بس انت طيب زايد يا جمال، المفروض انه ما ندخلش هذا عمل. انت تحتاج الان امين العاصمه متعاون، انت عندك موضوع الاشعه واحد وعندك موضوع المختبرات، يجب ان يحل هذا الموضوع. الطلب المباشر يؤذي. فاحنا احنا تعودنا في اليوم الطبل المباشر يقضي. ايش رايك نجرب؟ انا افضل تقول الطلب المباشر يؤذي. يؤذي. احنا جربنا في اليمن الطلب المباشر يجدي، يعني كل ما طلبنا بشكل مباشر بيتعاون امين العاصمه وايضا امين عام المجالس المحليه، وهم يسمعونا بيتابعونا، انا متاكد من ذلك. مستشفى 17 الاشعه والمختبرات ستصلهم الرساله. شو متاكد؟ هذا هذا من 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 لطفك استاذ محمد انك تكون معنا داعي لفعل الخير، شاكرين لك ونتمنى من الله ان يكون في ميزان حسناتك. طيب مستقبلا انتم ايش بتعملوا على ايش استاذ داعي؟ الان مستقبلا نعمل على فتح باذن الله قسم خاص بالعيون. ان شاء الله. ونتمنى ان 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 نستطيع أن نوفر من الإمكانيات اللازمة في مجال طب العيون، ما يساعدنا على الأقل في مجال التشخيص. على الأقل في مجال التشخيص، هذا مؤقتا. طيب في حاجة اسمها
الطب الاستباقي، يعني أنتم خاص بالفقراء يفترضهم شريعة، ما تفكروش أستاذ جمال لعمل يوم في الشهر مفتوح مجاني للفقراء لمحدودي الدخل؟ يعني افحص طفلك، افحص نفسك رجل امرأة، هذا يوم مفتوح من تفكرون في المبادرات مثل هذه المبادرات الجماعية؟ أعتقد أن 66,832 حالة مجانية، ماذا تقول؟ أعتقد أنها تتحدث عن نفسها. يعني بدل اليوم المفتوح عندكم 6 واصل طول السنة. طب كيف تميز أنه المريض عشان تقول هذا مجاني وهذا يدفع رسوم؟ في آلية؟ في آلية بسيطة، آلية بسيطة وسريعة، إن استطاع الدفع في حينه فلا بأس. أنا خايف أن أبناء الوزراء عندك بتعالجوا. إحنا نشتي للفقراء ولله، طبعا أبناءهم مواطنين في الأخير، ولكن أيضا هو متاح للفقراء وللمحدودي الدخل، وهذا ليس عيبا في ناس. صحيح. لا لا ما بنركزش على البحث، لأن لو نركز على البحث هذا ضروري، أنا بنتعب، بس بنتعب في تركيزنا على البحث، وهذا فعل خير ما دمنا قادرين عليه. لا هل يمكن أن يتم التعامل بنظام البطاقة مستقبلا، بمعنى أن هذه الأسرة تحت خيمة هذا المستشفى بالضبط، وأن هذه الأسرة رسومها كيت وهذه الأسرة رسومها كيت، هل يمكن أن يصبح العمل منظم أكثر؟ بدأنا في تشكيل لجان حصر في المناطق التي نحن في نطاقها. هذا الحصر بالتعاون مع عقال الحارات، مع بعض الشخصيات الاجتماعية، في تحديد من يحتاجون لتقديم الخدمات الطبية وهم في حاجة شديدة أو ما سهلها، ما في قوله تعالى تحسبهم أغنياء من التعفف، لا يظهر حاجته صح إلا إذا بحث عنه، إلا إذا وجدته أنت بنفسك، وهذا ما نحن في صدده إن شاء الله. أنت بتكشف أسرارنا كثير. إحنا كنا إن شاء الله في عندنا مشروعين، مشروع ذي هو الصندوق المريض الفقير، وهذا بحمد الله في خلال عام 2012 استطعنا صرف ما يقارب 7,200,000 ريال، هذا من صندوق اسمه صندوق المريض الفقير، بالإضافة إلى هذه الحالات السابقة المجانية، لأن المريض في حالة هذا طبعا خلال عام، ولو يمكن المبلغ قليل لكن هذا ما استطعنا كبداية فيه. بعد العمليات أو بعد العلاج عندنا في حاجة إلى الدواء، هذا يتم تقديمه عن طريق صندوق المريض الفقير الموجود لدينا في إدارة الجمعية. نعم، ذات يوم أتينا بمديرة مدرسة رأيناها ناجحة، وهي كذلك طاقم تدريس، ومشكورا أمين العاصمة نزل وحل قضايا الناس. اليوم لدينا نموذج آخر، مستشفى ناجح من مستشفيات منظمات المجتمع. نحن بصراحة متعاطفين أولا مع القطاع العام في اليمن اليوم الناجح، ندعم القطاع العام الناجح، نشوف إيش مشكلته، ومع المنظمات المجتمع المدني الناجحة، وكان معنا اليوم نموذج أحد رؤساء هذه الجمعيات. أشكره شكرا جزيلا جمال الشحتري، رئيس جمعية أصدقاء المجتمع التنموية، رئيس مجلس إدارة مستشفى 17 الطب الخيري، شكرا لك ومزيد من النجاح. شكرا سيدي. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. علي الحمامي بكره نصف الراتب، نذكرك ونذكر الراتب. شكرا لكم وألتقيكم غدا، وتعازي الحارة لشهداء الطائرة اليوم، وتمنياتي للجرحى، ومرة أخرى إنا لله وإنا إليه راجعون.